السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خديجة أم البنات. اليوم غندير لكم واحد الوصفة، واحد الوجبة خفيفة ظريفة. هانتوما دجاج، درت معلقة كبيرة ديال المطار، معلقة ديال الهريسة، شوية ديال الإبزار، شوية ديال المليحة، ثلاثة الفصوص ديال الثوم محكوكين، درنا التحميرة، الزيت ما درناش، درنا واحد جوج البطاطات من الحجم الكبير، ودرنا نص دجاج. هانتوما تابعوا معايا، من بعد ما درنا البطاطا دابا غنصطفو عليها الدجاج. الدجاج مقطع شرائح ديال الشوى، دابا غنديرو لها بابي كويسو، وغنديرو بابي الومنيوم فوق منها، وغنغلفوها وندخلوها للفران ونرجعو معاكم. خواتاتي هذه هي المأدوبة البسيطة ديالنا، ما نقول لكم جات روعة وغزالة، يعني غدا خفيف ظريف، ولكن في نفس الوقت كيطيب على ساعة. درتو مع الوحدة، خرجتو مع الجوج، حيت له البابي الومنيو ليمونتير، ودرتو شوية تحمر على الوجه ديالو. وبالصحة والراحة، ما تنساوش ديروا جيم وشاركوا في القناة ديالي، وصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.